انت الشاهد عادل ابراهيم. عادل ابراهيم. ايوه حاجه. انا نفسي ابني حد ياخد حقه. انا لغايه دلوقتي حاسه ان انا ما حدش حق ابني. ابني دمه راح على الارض كده ما حدش حاسس بيه ولا حد شايفه. كتل فين يا حاجه؟ فين حته؟ في اسم الاماريه الجديد. من ضابط قناص. اسمه ايه؟ ما تعرفيش اسمه؟ اسمه مصطفى حبشي. مصطفى حبشي؟ فانت النهارده معتصمه عشان احنا من امبارح معتصمين. معتصمين من امبارح. جابوا بتوع الفراخ اللي اعتصموا ساعتين والله اعتصموا قدام مبنى جابوهم خلصوا لهم موضوعهم وسمونا احنا من امبارح كنا عمالين نهاجم ونتكلم ومحدش عايز يعبرنا ولا حد عايز يعرف احنا واقفين ليه. محدش جابكم خالص يا حاجه؟ خالص. ولا حتى سال في ايه يا جماعه واقفين ليه؟ مشكله بتوع الفراخ يا استاذ منصور العسوي. لو انت جرى اللي جرى لعيالنا كنت هتقعد برضه كده يا سياده النائب؟ لو كان ابنك جرى له اللي جرى لعيالنا كنت هتاخد القرار في 5 شهور؟ الشهداء دي ما يزيد في 5 شهور لسه ما حدش خد منهم حاجه. الحفيد بتاع حسني مبارك لما مات قعدنا 3 ايام هناك يا جماعه حرام كده. ده مش هيبقى 5 شهور ما حدش ياخد حقه. عمل ايه عشان الضابط يضرب في رقبته؟ عمل ايه؟ ومع ذلك يا سيدي ولا واحد خد حقه. والسيد نائب العام 5 شهور مش عارف ياخد قرار ان دول ماتوا ليه؟ وعايز يطلعهم من الضرب بعد 5 شهور عشان يشوف اذا كان القصاص ده ميري ولا مش ميري. شوف بقى تخيل الظلم فين؟ يعني بعد 5 شهور عايز يطلع القصاص عشان يشوفها. ده فين العدل؟ فين العدل؟ يا استاذ منصور نرجوك وبنناشد اي انت حط نفسك مكان اسر الشهداء. يا سياده النائب حط نفسك مكان الشهداء. كنت هتاخد 5 شهور في ابنك؟